سندي شكرا لكم يعطيكم العافية. الآن حنسأل المدربين قبل ما ناخذ اختيار سمير. طبعا حنبدأ بأحلى. طبعا مذهلات، كل واحدة فيها تغني حلو، كل واحدة سلطنتها مختلفة. رباب أنت تغنين أغنية فيها حزن، فيها شجن كتير، تمنيت أنه تكونين بتغني مثل المصداقية في الغناء، يعني أن أنت تحسسين بالألم وأنت بتغني، يعني بتأشري وكأن أنت تغني أغنية فريحية في حين أن الأغنية كثير حزينة. راغب، لا شك أمتعوني الموهبتين ساندي ورباب، كل صوت من الصوتين يتمتع بخصوصية. صح. ساندي باللي قالته بقوة استعمال صوته وعرب بمطرحها تفوقت. رباب كانت رائعة. أنا ما بوافق أحلام بقصة لازم تزعل، أحلام حسب مزاجها، هي مزاجها هلا بتقول لازم تضحك لازم تضحك، لو لازم تزعل لازم تزعل. أنا مش معها بهالموضوع، أنا مع كيف أنت غنيتي.